لكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات تمهيدي المرموم، وهي انطلاقة الشوط الثاني. والشوط الثاني يضم نخبة من اللقاية البكار المهجنات الأصايل لأبناء القبائل. مسافتنا 4 كيلومتر، ندانا وجوائزنا للمراكز العشر الأوائل، وبنسير وياكم مع مقدمة هذا الشوط. أرى التزام في المركز الأول للسيد عبد الله بن سعيد بن علي الشامسي في مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني ومن الجانب الثاني تتسلل رهف للسيد محمد بن مسلم الغفلي، تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني مزنه للسيد عبد الله بن سعيد بن علي الزرعي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث أرى بديعة للسيد عامر بن سعد المري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع التزام للسيد عبد الله بن سعيد بن علي الشامسي. وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد محمد بن يميل الوهيبي. وفي المركز السادس، المركز السادس جبارة للسيد محمد بن نصيب بن عتيد السبوسي. وفي المركز السابع الكاسبية للسيد سعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد الاجتبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن أرى اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات مرموقة للسيد محمود بن سالم الحميدي بن سالم العمري. وفي المركز التاسع، المركز التاسع أرى اللي في المركز التاسع بشاير للسيد سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي. وفي المركز العاشر حفلة للسيد مبارك بن راشد بن علي الشامسي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. التزام لا زالت ملتزمة بأمور هذا الشوط. ها هي التزام تشاهدونها على شاشة التلفزيون للسيد عبد الله بن سعيد بن علي بن الشامسي. للسيد عبد الله بن سعيد الشامسي لا زالت التزام ملتزمة بمقدمة هذا الشوط. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني أرى مزنة للسيد عبيد بن سعيد بن علي الزرعي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد محمد بن يميل الوهيبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع جبارة للسيد محمد بن نصيب بن عتيد السبوسي. وفي المركز الخامس المرموقة للسيد الحميدي بن سالم العمري. وفي المركز السادس، المركز السادس ترى بديعة للسيد عامر بن سعد الرفاد الرسمي متواجد مع بديعة في المركز السادس. وفي المركز السابع، المركز السابع صخب في المركز السابع للسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن الجليلة للسيد محمد بن بطحان بن قران المنصوري. وفي المركز العاشر ناخذ اللي في المركز العاشر بشايل للسيد سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاجتبي. يلا يا الدكتور بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني. يا سلام، نرجع إلى التزام، التزام لا زالت ملتزمة على مقدمة هذا الشوط. والركض تلغائي بدون أي أوامر تذكر من المالك والمضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة لدى التزام عبد الله بن سعيد بن علي الشامسي. ها هي التزام ملتزمة بمقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مزنة للسيد عبيد بن سعيد بن علي الزرعي. وفي المركز الثالث من الجانب الثاني تتسلل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات جبارة بتجبر الجميع لصالحها. جبارة بدت خطورة تظهر أكثر وأكثر على مقدمة هذا الشوط. ها هي جبارة للسيد محمد بن نصيب بن عتيد السبوسي. يا سلام يا سلام،
المركز الرابع صخب وصلت لسالم بن راشد بن حمد بن غدية الجتبي. بشاير قادمة بقوة، بشاير أيضا لها دور فعال في هذا الشوط. للسيدة سهيل بن سلطان بن رشيد الجتبي تغير وتنتقل إلى المركز الرابع. وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد سيب الربيع الجتبي. يا سلام جدم يا أبو سلطان، خلك مع الأربع الأوائل مع التزام، التزام لا زالت ملتزمة ولا زالت العصا في الأبطان. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز. لكن هنا الخطورة الشاهينية بدأت تنفرد، بدأت تباعد. يا سلام يا سلام، تندفع اندفاعة الفوز، اندفاعة الناموس، وتحلق على أجواء ميدان المرموم. ها هي التزام للسيد سيف الربيع، الشاهينية للسيد سيب الربيع الاجتبي. تغير وتنتقل وتندفع إلى مقدمة هذا الشوط وإلى خط النهاية. وبنقول سلاما سلاما عليكم يا أهل مدينة العين، واسعد الله صباحكم على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه الشاهينية على أرضية ميدان المرموم. سلام سلام عليكم يا أهل الذيد، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا من الأعماق للسيد سيب الربيع الاجتبي. المركز الثاني للسيد خميس بن علي العويسي. وفي المركز الثالث بشاير، في المركز الثالث للسيد سهيل بن سلطان بن رشيد الجتبي. المركز الرابع، بقية المراكز اعذرونا، كان الدخول جماعي. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، شاهدت الشاهينية وهي تتجاوز لوحة الأربعة كيلو متر في زمن وقدر 6 دقائق 4 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سيب الربيع الاجتبي على فوز شاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني، نشوف المركز الثاني. في المركز الثاني وصلت في المركز الثاني سارة، قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدر 6 دقائق 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد خميس بن علي العويسي، والذي وصلت في المركز الثالث بشاير 6 دقائق 8